بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي جريد 6، أهلا وسهلا بيكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Proportional Division for the 6th grade primary first term. تعالوا بينا يا شباب نعرف What is the meaning of Proportional Division. يلا بينا. بيقول لي proportional division is dividing anything, money, land, anything among persons according to a given ratio. معنى proportional division هو تقسيم أو توزيع anything أي حاجة، إذا كانت money أو land أرض زراعية، oranges, apples, rulers, notebooks, pens. Anything among persons ما بين أشخاص according to a given ratio على حسب ratio هو مدهالي. تعالوا نشوف أول example معانا في درس النهاردة. بيقول لي distribute، وطالما قال لي distribute أو divide أعرف إن أنا معايا خانة الصم. نقولها تاني، لو قال لي distribute أو قال لي divide يبقى أنا على طول عارف إن أنا معايا خانة الصم، أنا اللي بوزع. بيقول لي distribute 154 oranges in two boxes in the ratio of 5 to 6. عاوزني أوزع 154 oranges على two boxes الratio 5 to 6. طب بكتب الفيرست بوكس to السكند بوكس to الصم، طبعا الratio اللي هو مدهاني 5 to 6، الصم بتاعهم كام؟ 5 plus 6 equal 11 parts. طبعا هحط تحت الصم 154، وطبعا ما انساش علامة الريشيو، هحط تحت الفيرست بوكس X وتحت السكند بوكس Y. تعالوا نجيب بقى الايه الفيرست بوكس، طبعا هعمل السيزر بتاعنا المقص بتاعنا الاكس، مين اللي قدامها في السيزر؟ ال 11، طبعا هتنزل تسكن تحت، وطبعا ال 5 تايمز ال 154 طبعا بيتايمزوا فوق. طلع الفيرست بوكس هيتحط فيه كام اورنج؟ 70 اورنجز. تعالوا نجيب النمبر اوف اورنج ان ذا سكند بوكس، برضو هعمل السيزر الواي قدامها مين؟ 11، ال11 هتنزل تحت وال6 تايمز 154 هيبقوا فوق. طبعا السكند بوكس هيطلع 84 اورنج. لو انا عايز اتاكد ان المساله بتاعتي صح هعمل ال70 بلس 84. تعالوا نشوف، سيفنتي بلس 84 إيكوال 154 اللي هو الصم بتاعهم، يبقى أنا مسألتي صح. تعالوا ناخد أول سؤال معانا في درس النهاردة، يلا بينا. بيقول لي distribute 54 booklets among 3 students in the ratio 2 to 3 to 4. طبعا انا ما عنديش اسامي، علشان كده هقول ايه بقى؟ first to second to third. ها كام تو كام تو كام؟ 2 to 3 to 4. طبعا قايل لي distribute يبقى انا معايا خانة الصم. ها تعالوا نجمع البارتس، 2 plus 3 equal 5، 5 plus 4 equal 9. الصم بتاع البارتس اللي عندنا 9 بارتس. بكام بوكلتس؟ ب 54 booklets. حطينا ال 54 تحت الصم. طبعا هحط بقى ايه x و y و z، او ممكن احط ايه question mark double question marks triple question mark براحتي، احط اي حروف x y z a b c اي حاجة. تعالوا بقى ايه نجيب ال third ها student، طبعا ال x قدامها مين؟ ال 9 هي اللي هتنزل تسكن تحت، وال 4 طبعا قدامها 54، يبقى هقول له third equal ها 54 times 4 over 9. تعالوا نشوف هتطلع بكام يا شطار، يلا بينا. ادي الفراكشن اهو، بكتب فوق 54 times 4 over 9 equal 24 booklets.
ها السكند يلا هنعمل السيزور بتاعنا، الواي قدامها مين؟ الناين، يعني الناين هتنزل تحت وفوق طبعا الثري تايمز الفيفتي فور، يبقى هقول له السكند ايكوال ها 54 تايم 3 اوفر 9. تعالوا نشوف السكند ستودنت هياخد كام بوكلت، يلا بينا. ادي برضو الفراكشن بتاعنا، هكتب فوق 54 تايمز 3 اوفر 9 ايكوال 18 بوكلتس. تعالوا نجيب الفيرست ستودنت هياخد كام بوكلت، ها إيه نعمل الايه السيزر بتاعنا، الزد قدامها مين؟ الناين، وطبعا ال54 قدامها 2، يبقى هقول له الفيرست ايكوال ها ال54 تايمز 2 اوفر الناين. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات، 54 تايمز 2 اوفر 9 ايكوال 12 بوكلتس. دلوقتي انا حليت المساله، عايز اتاكد ان المساله بتاعتي صح ولا لا. تعالوا يبقى انا لازم ايه اجيب الصم بتاعهم، تعالوا نشوف ها لازم اجمعهم ونشوف هيطلعوا ايكوال وات. ها هجمع 24 بلس 18 بلس ال 12 طلعوا كام؟ طلعوا 54، الصم بتاعهم طلع 54، يبقى انا مسألتي صح. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. بيقول لي divide 420 pounds among 3 persons، عاوزني اوزع او اقسم المبلغ ده على 3 persons 3 اشخاص. That the share of the first، نصيب الاول، is half of that of the second، يعني نصيب الاولاني ها half نصيب الثاني. And the share of the second، ونصيب الثاني، is half of the share of the third equal half نصيب الثالث. تعالوا بقى نشوف، يبقى انا ايه بقى ها هكتب الفيرست تو سكند، الهاف طبعا اللي هي 1 اوفر 2 اللي هي 1 تو 2. طب بيقول لي السكند ايكوال هاف الثيرد، يبقى السكند تو ثيرد ها على السطر اللي تحتيها 1 تو 2، طبعا دي ريشيو بتوين 3 نمبرز. تعالوا نشوف مين اللي خد مرتين، ها طبعا مين هو الايه السكند اهو، يبقى انا عملت له الريكتانجل اللي انا متعود اعمله، المكان الفاضي ده مين اللي هينط فيه؟ التو يا مستر، تمام ها، وهنا المكان الفاضي مين اللي هينط هنا؟ الوان، يلا 1 تايمز 1 ايكوال 1 و2 تايمز 1 ايكوال 2 و2 تايمز 2 ايكوال 4، 1 تايمز 1 ايكوال 1، 2 تايمز 1 ايكوال 2، 2 تايمز 2 ايكوال 4، هو قايل لي ديفايد، يبقى انا معايا خانه الايه يا مستر؟ معايا خانه الصم، تمام. ها تعالوا نجمع البارتس، 1 بلس 2 ايكوال 3، 3 بلس 4 ايكوال 7 بارتس. ها بكام باوند؟ ب 420، هنحطها تحت الصم، وطبعا هنحط اكس وواي ها وزد، يلا بينا. ها هنعمل الايه السيزرز، مين اللي قدام الاكس؟ ال7 وال4 قدامها 420. تعالوا نجيب الثيرد، الثيرد ايكوال 420 تايمز 4 اوفر 7، تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات، يلا بينا. ادي الفراكشن 420 تايمز 4 اوفر 7 equal 240. طب تعالوا نشوف السكند هياخد كام، الواي قدامها كام؟ ها 7 وال2 قدامها 420. هقول له السكند equal 420 تايمز 2 اوفر 7، تعالوا نشوف هتطلع equal what، يلا بينا. ادي يا مستر
الفراكشن هكتب فوق 420 تايمز 2 اوفر 7 ايكوال 120. تعالوا نجيب الفيرست، هنشوف الفيرست هياخد كام. الزد قدامها 7 ها، وال1 قدامه 420. هقول له الفيرست ايكوال 1 ها 420 تايمز 1 اوفر 7. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. ادي الفراكشن 420 تايمز 1 اوفر 7 ايكوال 60 باوندز. دلوقتي انا حليت المساله، عايز اتاكد ان الحل بتاعي صح. انا عارف كان قايل لي ان الصم بتاعهم ايه 420، يبقى انا عشان اتاكد لازم ايه، لازم اجمعهم. تعالوا نشوف الصم بتاعهم هيطلع وات. ها هنجمع كام 240 بلس 120 بلس 60 ايكوال 420، يبقى أنا مسألتي صح. تمام، تعالوا نشوف another question. يلا بينا، ركزوا بقى معايا في السؤال ده كويس جدا علشان ده توزيع التركة حسب الشريعة الإسلامية. بيقول لي أمان دايد، توفي رجل، leaving 192 فيدنس، وترك 192 فيدنس of land to be distributed، ليتم توزيعها among his wife، هيتم توزيع الارض دي ها على wife اسرته زوجته، two sons ولدين، and three daughters وثلاث بنات. The share of the wife نصيب الزوجة is 1/8 of the whole land. طبعا على حسب الشريعة الإسلامية فعلا الزوجة بتاخد تمن التركة 1/8 of the whole land. And the share of the son ونصيب الولد is twice that of the daughter. نصيب الولد ضعف نصيب البنت. كده يا مستر في ظلم كده للبنات؟ لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى هو العدل، لانه عارف ان الولد او الرجل هو اللي بيقوم بمسؤوليات البيت ومسؤوليات الحياه كلها، فعلشان كده خلى الولد يبقى نصيبه قد نصيب البنت مرتين. تعالوا نشوف المساله بتاعتنا. بيقول لي find the share of the wife، عاوزين نصيب الزوجه، and of each of the son and the daughter، ونصيب الايه الولد والبنت. يبقى عاوزني اعرف نصيب الزوجة قد ايه، ونصيب الولد قد ايه، ونصيب البنت قد ايه. المسألة دي يا مستر علشان احلها هتتحل على 5 steps. اسهل طريقة لحل المسألة دي على 5 steps، 5 خطوات. تعالوا بقى نركز كويس في الخطوات. اول شخص بياخد نصيبه من الايه، من التركة او من الثروة، اللي هي مين؟ الوايف، الزوجة، لأنها هي اللي استحملت زوجها طول العمر. طبعا الوايف هتاخد نصيبها ازاي؟ بعمل اللي سابه أو اللي سابه الزوج كله، يا إما بعمله تايمز 1 أوفر 8 يا إما بعمله ديفايدد 8 على طول. يبقى هنقول الوايفز، طبعا الأبوستروف اس دي اللي هي الوايفز شير، يعني هعمل ال 192 divided by 8. تعالوا نشوف الوايف هتاخد كام. ادي يا مستر 192 divided by 8 equal 24 فيدنس. وبرضو هي برضو لو انا عملتها برضو ازاي، 192 تايمز 1 اوفر 8 هتطلع برضو 24 هي، لكن الاسهل بقى ان انا اعمل ال 192 ديفايدد باي 8 على طول، يبقى
الوايفز شير ايكوال 24 فيدنس. الزوجة دلوقتي هتاخد 24 فيدنس من ال 192 فيدنس. طب عاوزين نعرف بقى اتبقى قد ايه للسانز والدوترز، للاولاد والبنات. هقول له ذا ريست يعني الباقي، هعمل الايه الثروة كلها او التركة كلها او الميراث كله ماينس اللي اخدته الوايف، يعني هعمل 192 ماينس 24. تعالوا نشوف اتبقى كام للولاد والبنات، يلا بينا. ادي ال 192 ماينس ال 24 فيدنس اللي اخدتهم الوايف. نصيب الولاد والبنات 168 فيدنس. تمام. تالت خطوة بقى، أنا هتقمص دور المحامي، أو عايزك تتقمص معايا دور المحامي اللي بيوزع الميراث. هقعد الولاد والبنات قدامي على الكنبة. هما كام son؟ two sons. وكام daughters؟ three daughters. تعالوا نقعدهم قدامنا على الكنبة. أدي son، two son، two daughter، two daughter، two daughter. وطبعا انا المحامي يبقى معانا خانة الصم لان انا بوزع. طبعا هو قايل لي نصيب الولد قد ايه؟ توايس نصيب البنت، يبقى هحط تحت الصن 2 وتحت كل دوتر 1، لان الصن بياخد قد الدوتر مرتين. لو الدوتر بتاخد 1 بارت يبقى الصن بياخد 2 بارتس. تعالوا بقى نجمع كده، ها 2 بلس 2 4، 4 بلس 1 5، بلس 1 6، بلس 1 7 بارتس. بكم فيدنس؟ ب 168 فيدنس. هحط ال 168 تحت الصم. طبعا هو عاوز الشير اوف 1 son and 1 daughter. هحط تحت الدوتر اكس وتحت صن واحد واي، لان الصن ده هياخد زي ده والدوترز كلهم هياخدوا زي بعض. تعالوا بقى ها نجيب الدوترز شير. مين اللي قدام الاكس في السيزر؟ السيفن، والوان قدامها 168. يبقى هقول له الدوترز شير ايكوال ها 161 تايمز 1 اوفر 7. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. 168 times 1 over 7 equal الدوتر هتاخد 24 فيدنس. تعالوا نشوف الصنز شير. هنعمل سيزر طويل شوية. مين اللي قدام الواي في السيزر؟ السيفن، ها، والتو طبعا قدامها 168. هقول له السانز اللي هو السانز شير يعني ايكوال 168 تايمز 2 اوفر 7. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. ادي الفراكشن 168 تايمز 2 اوفر 7 ايكوال 48 فيدنس. فعلا يا مستر الصن واخد توايس الدوتر. تعالوا نراجع على المسألة تاني علشان تثبت في دماغنا. يبقى مسألة الميراث بتتعمل على كام ستيبس؟ 5 ستيبس يا مستر. اول ستيب الوايف بتاخد نصيبها. بنعمل ايه؟ بنضيف الماني او اللاند اللي سايبها المان على 8، لان الوايف بتاخد 1 اوفر 8 من الايه؟ من التركه كلها. 192 عملناها ديفايدد 8، الوايف نصيبها طلع 24 فيدنس. تاني خطوه على طول، عايز اعرف هيتبقى قد ايه لاولادها وبناتها. عملت التركه كلها ماينس ال 24 فيدنس اللي هي خدتهم، اتبقى للولاد وللبنات 168 فيدنس. تالت خطوه بتاعت الكنبه، قعدت الولاد والبنات قدامي على الكنبة وحطيت تحت كل صن 2 بارتس
وتحت كل daughter one part، وجمعتهم عشان اجيب السم، لان انا دلوقتي divide بوزع distribute بقسم. جمعتهم كلهم لقيتهم ب 7 parts. حطيت ال 168 فيدنس تحت الايه، تحت الصم. تحت الدوتر حطينا اكس، وتحت الايه الصن حطينا واي. عملنا اول سيزر، جبنا الدوترز شير، دي رابع خطوة. ها الدوترز طلعت هتاخد 24 فيدنس. عملنا كمان سيزر، طلع الصنز شير، ها 48 فيدنس. يبقى ادي خطوة 2 3 4 5، ادي الفايف ستيبس اللي احنا قلنا عليهم. تعالوا بقى ناخد البارتنرشيب او الشركات، يلا بينا. اكزامبل بيقول لي ايه، سيهام شريف اند مجدي ستارتد ا بيزنس. سيهام وشريف ومجدي بدأوا مشروع او تجارة. سيهام بيد 5000 باوندز، سيهام دفعت 5000 باوندز. شريف بيد 3000 باوندز، شريف دفع 3000. اند مجدي بيد 4000 باوندز، ومجدي دفع 4000. At the end of the year، في نهاية العام، the sum of the shares of شريف and مجدي، ركزوا في الكلام، ما ادانيش الصم بتاعهم كلهم، ده قال لي sum of شريف and مجدي only was 1610 باوندز. Find the share of each one. طبعا كتبنا سهام وادي شريف وادي مجدي. سهام طبعا بيد 5000، حطيت تحتها 5000. ها شريف 3000، حطيت تحتيه 3000. مجدي 4000، حطيت تحتيه 4000. طبعا ده اوله 3 زيروز، ده اوله 3 زيروز، ده اوله 3 زيروز. ها هنضيف على 1000، يعني هنطير ال 3 زيروز مع بعض. طبعا سهام بقت 5 بارتس، شريف 3 بارتس، مجدي 4 بارتس. طبعا ادي الريشيو في السيمبلست فورم، وعملنا خانة الصم، سهام 5 بارتس 2 شريف 3 بارتس 2 مجدي 4 بارتس، والصم بتاعهم ها بتاع مين ومين، بتاع شريف اند مجدي 3 بلس 4 ايكوال 7. طيب الصم بتاعهم كام؟ 1610. دلوقتي بقى يا مستر عايز اجيب بقى شير اوف سهام اند اوف شريف اند اوف مجدي. يلا نعمل الايه، نعمل السيزرز. ها طبعا الاكس قدامها مين؟ ال7. ها وطبعا ال5 قدامها 1610. اللي قدام الاكس طبعا بينزل تحت في الدينومينيتور، ادي ال7 حطيناها تحت، وفوق ال5 تايمز ال1610 طلع ذا شير اوف سهام او سهام ذا شير 1150 باوندز، والكالكوليتور موجوده. طب يلا نجيب ذا شير اوف شريف، الواي مين اللي قدامها برضو؟ ال7، وال3 قدامها 1610. يبقى ذا شير اوف شريف، ادي الفراكشن كتبنا تحت طبعا ال7، وفوق 3 تايمز 1610، طلع ذا شير اوف شريف 690 باوندز. طب يلا نجيب ذا شير اوف مجدي، هعمل كمان سيزرز، الزد قدامها برضو في السيزرز 7، والفور قدامها 1610. ادي يا مستر ذا شير اوف مجدي او مجدي شير، حطينا ال7 تحت، وفوق طبعا الفور تايمز ال1610، طلع ذا شير اوف مجدي 920. عايز اتاكد ان مسالتي صح، تعالوا نشوف. طبعا هو كان قايل لي ان الشير اوف شريف اند مجدي 1610. تعالوا بقى نجمع نصيب شريف ومجدي، 690 بلس 920، طلع الصم بتاعهم فعلا 1610. يبقى انا مسألتي صح، اقدر اسيب المسألة في الامتحان وانا مطمن انها صح. تعالوا ناخد سؤال، يلا بينا. Three partners
ثلاثة شركاء established a business. بدأوا مشروع أو تجارة. The first paid 7,000 pounds. The second paid 5,000 pounds. And the third paid 9,000 pounds. الأول دفع 7,000 والتاني دفع 5,000 والتالت دفع 9,000. تعالوا نجيب الـ A ratio في simplest form الأول. يلا بينا. هقول له first to second to third. الفيرست دفع كام؟ 7,000 والسكند دفع 5,000 والثيرد دفع 9,000. أنا شايف إن النمبر ده أوله 3 زيروز وده أوله 3 زيروز وده أوله 3 زيروز. هنطير الزيروز مع بعض، يبقى معنى كده إن أنا عملت divided by 1,000. يبقى الفيرست بقى 7 والسكند بقى 5 والثيرد بقى 9، يعني بقت الريشيو 7 to 5 to 9. تعالوا نكمل السؤال. بيقول لي after one year، بعد انتهاء العام، the share of the first، نصيب الأول ها in the profit، في المكسب، was 1925 pounds. Find out the share of the second and the third in the profit. طبعا هو مديني نصيب الفيرست، يعني النمبر ده هيتحط تحت الايه؟ تحت الفيرست. تمام، يبقى السكند هنحط تحتيه اكس والثيرد هنحط تحتيه واي. يلا نعمل السيزورز بتاعنا. ها الاكس قدامها مين في السيزورز؟ 7. والفايف قدامها مين؟ 1925. يلا نجيب السكند. ها طبعا السيفن هتنزل تحت وفوق 1925 تايمز 5. يلا نشوف السكند هياخد كام. ادي الفراكشن 1925 تايمز 5 اوفر 7 ايكوال 1375. تعالوا نشوف الثيرد هياخد كام. ها الواي قدامها مين في السيزورز؟ برضو 7. والناين قدامها 1925. تعالوا نجيب الثيرد شير. يلا ها اللي هينزل تحت السيفن وفوق 1925 تايمز 9. تعالوا نشوف الثيرد شير هياخد كام. ادي الفراكشن 1925 تايمز 9 اوفر 7 ايكوال 2475. سهلة جدا. تعالوا نشوف another question. يلا بينا. علي حامد and صلاح paid 3500 pounds 4500 pounds and 6000 pounds طبعا respectively. يعني علي دفع 3500، حامد دفع 4500، صلاح دفع 6000 pounds to set up علشان يبدأوا a trade، مشروع أو تجارة. At the end of the year، في نهاية العام، ها the profit أو صلاح profited 150 pounds more than حامد. وكلمة more than من الكلمات اللي بتدل على difference، يعني نصيب صلاح من البروفيت كان أكتر من نصيب حامد ب 150. Find out the share of each of them in the profit. عاوز يعرف نصيب كل واحد فيهم من البروفيت من المكسب. طب يلا نشوف. آدي علي تو حامد تو صلاح. علي دفع كام؟ ها 3500. ها وحامد دفع كام؟ 4500. صلاح دفع كام؟ 6000. تمام. طبعا النمبر ده اوله 2 زيروز، ده اوله 2 زيروز، ده اوله 3 زيروز. يبقى هطير 2 زيروز مع 2 زيروز مع 2 زيروز، يعني معنى كده ان انا عملت ديفايدد باي 100. يبقى النمبر ها اوف علي بقى 35 وحامد 45 وصلاح 60. طب النمبر ده اوله 5 وده اوله 5 وده اوله 0، يعني ال 3 نمبرز ديفيزابل باي 5. هعمل ديفايد باي 5. ها 35 divided by 5 equals 7
45 divided by 5 equal 9. 60 divided by 5 equal 12. يبقى 35 divided by 5 equal 7. 45 divided by 5 equal 9. و 60 divided by 5 equal 12. طيب هو قايل لي بقى ان نصيب صلاح من البروفيت اكتر من نصيب حامد ب 150. يبقى دلوقتي تعالوا نعمل لاين كده عشان نفصل ما بين ايه السيمبلست فورم والنمبرز اللي فوق. انا معايا دلوقتي خانه الدف الديفرنس ما بين مين ومين بقى، صلاح وحامد. يبقى تعالوا بقى نعمل ايه، صلاح ماينص حامد. ها صلاح 12 بارتس وحامد 9 بارتس، الديفرنس بين ذيم 3 بارتس. 12 ماينص 9 ايكوال 3. هنحط تحت ال 3 او تحت الديفرنس كام، 150 باوندز. يلا نعمل بقى الايه الاكس والواي والزد، يلا بينا. ها تعالوا نجيب بقى ايه، اول واحد عندنا صلاح، ها الاكس قدامها مين، ال 3 هتنزل تحت، وال 12 قدامها 150. تعالوا نجيب صلاح زشير، يلا بينا. ها ال 3 هتنزل تحت وفوق 150 تايمز 12. تعالوا نشوف صلاح هياخد كام. ادي الفراكشن 150 تايمز 12 اوفر 3 ايكوال 600 باوندز. طب تعالوا نشوف حامد زشير، يلا ها الواي قدامها مين في السيزر 3، وال9 قدامها 150. تعالوا نجيب حامد زشير، ها برضو يا مستر ال3 هتنزل تحت وفوق هنكتب 150 تايمز 9. تعالوا نشوف ايكوال وات، ادي يا مستر الفراكشن، ها 150 تايمز 9 اوفر 3 ايكوال 450. تعالوا نجيب علي شير، طبعا السيزر الزد قدامها مين ال3 وال7 قدامها 150. يبقى ها عاليز هنكتب تحت 3 وفوق 150 تايمز 7. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات، ادي يا مستر الفراكشن، هكتب فوق 150 تايمز 7 اوفر 3 ايكوال 350 باوندز. عاوز اتاكد ان المساله بتاعتي صح، هعمل ايه؟ هو كان قايل لي ان نصيب صلاح زياده عن نصيب حامد بكام؟ ب 150 باوندز. طب صلاح كان ها نصيبه 600 وحامد نصيبه 450. تعالوا بقى نعمل 600 ماينس 450 ونشوف هتطلع المسألة بتاعتنا صح ولا لا. ادي يا مستر 600 ماينس 450 ايكوال 150. يبقى انا مسألتي صح. تعالوا ناخد اخر سؤال في درس النهاردة. بيقول لي هاني خالد اند فادي شيرد ا كوميرشال بيزنس. هاني وخالد وفادي اشتركوا في مشروع تجاري. هاني بيد 30,000 باوندز، خالد بيد 40,000 باوندز، اند فادي بيد 50,000 باوندز. At the end of the year، في نهاية العام، the loss was 6,000 باوندز. المشروع خسر 6,000 باوندز. لوس يعني خسارة، طبعا عكس البروفيت، بروفيت اللي هو المكسب، لوس يعني اللي هي الايه الخسارة. المشروع خسر 6,000 باوندز. find the share of each of them from the loss، عاوزين نعرف نصيب كل منهم من الخسارة. طب تعالوا نشوف هاني كان دافع كام. هاني كان دافع 30,000، خالد كان دافع كام 40,000، ها وفادي كان دافع كام 50,000.
يبقى انا هكتب هاني تو خالد تو فادي ها 30,000 to 40,000 to 50,000. النمبر ده أوله 4 زيروز، ده أوله 4 زيروز، ده أوله 4 زيروز. هنطير ال 4 زيروز مع ال 4 زيروز مع ال 4 زيروز، معنى كده إن أنا عملت divided by 10,000. ها بقت الريشيو في السيمبلست فورم 3 to 4 to 5. طبعا تعالوا ناخد خط كده عشان إيه، علشان نفصل السيمبلست فورم على النمبرز الكبيرة المجعلصة دي. ها طبعا هو قايل لي ان المشروع خسر 6000 باوندز، يبقى انا معايا خانه الصم، يبقى هنكتب صم. ها تعالوا بقى نجمع البارتس، 3 بلس 4 ايكوال 7، 7 بلس 5 ايكوال 12 بارتس. طبعا ال 12 بارتس بكام؟ ب 6000 باوندز. نفس النظام هنحط الاكس واي وزد. يلا نجيب بقى ايه، ها the share of each one of the loss. تعالوا نشوف، طبعا الاكس قدامها مين في السيزورز؟ ال 12، وال 5 قدامها 6000. يلا نجيب فادي's share of the loss، ها ال 6000 times 5 over 12. تعالوا نشوف، ها نصيب فادي من الخسارة بقى قد ايه. تعالوا نشوف، ها ادي الفراكشن، ادي 6000 تايمز 5 اوفر 12 ايكوال 2500 باوندز. طب تعالوا نشوف خالد زشير، الواي قدامها مين في في السيزورز؟ قدامها 12، والفور قدامها ها 6000. يلا نجيب خالد زشير، ها يلا نشوف هتطلع ايكوال وات. ادي الفراكشن 6000 تايمز 4 اوفر 12 ايكوال 2000. تعالوا نجيب هاني's شير بنفس الطريقة، ها six thousand times three over 12. هذه الفراكشن، وهذه 6000 times 3 over 12. ها طلع 1500. عاوز أتأكد إن المسألة بتاعتي صح، هجمع الإيه الثري shares of them. تعالوا نشوف، ها ادي 2500 بلس 1500 بلس 2000 ايكوال 6000 باوندز. فعلا الصم بتاعهم طلع 6000، يبقى انا مسألتي صح. وفي نهاية درس النهاردة يا شباب، بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا. With my best wishes and goodbye.